مالك بالطويلة، حملنا ومشينا فيه لمحل ما عملنا المركب أنا وياه. نحن بالطريق شافونا أهل المدينة صاروا يسألوا شو في ما في. قامت الصبية حكت لهم كل شيء ونحن عم نمشي. لما وصلنا لهني حملنا السئيل وحطيناه بالمركب. طلعت هيك وراي ولقيت لك ثلاث أرباع أهل المدينة وراي. خليك شوي كمان، كل ما عجلت كل ما كان أحسن. يعني خلص صار الوقت. أنا حبيتك وأنا حبيتكم، حبيتكم كلكم، حبيت العيشة بهالبلد. أنا رح ضل مستني إنك ترجع. أول ما لاقي طريقة رح أرجع أكيد. أكيد إذا رجعت يا أبو حسين رح تلاقي مكانك الموجود. تذكروني بالخير يا جماعة. هي لي خليها معي لآخر حياتي. ضليت عم جدة في ايام وليالي وما فاق؟ ما فاق. وانت شو عملت فيه؟ لما وصلت على مالطا حطيته على الشط واخذت باخره ورجعت. وخلاص؟ لك شو خلاص؟ ما طلعت باخر التهريب وحاصرونا خفر السواحل وبلشت السباحه والهريبه. يعني ما خلصت القصه؟ نعم انا قصصي ما بيخلصوا. يلا روح بلا ما تاخر. يلا لك عم شوفك بكره الصبح. شو صار؟ خاطرك. شو صار معي؟ انا وقتها شو صار؟ سامي لسه ما اجى وما عم بيرد على التليفون تبعه. الله يستر. خلي املك بالله كبير امي. يا رب.
وين أبي؟ فات على اوضته قلقان ومو عارفان شو بده يساوي. طب بدك كان يفوت احكي معه؟ والله ماني عرفاني. خلص بلا ما تزعجه احسن. مثل ما بدك. وكأنه رامي؟ زتوني بالطريق. رامي 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 خلاص خلاص رامي 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 رامي
فدوى؟ 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 Thank you.
يسلم والدين. الله يسلمك. شو راح سامر على الشغل؟ لسه طلع لفوق. الموفق والله ما بيصير هيك. مرحومة صار لها أكثر من شهرين. يمكن إذا ما ضليتي لابسة أسود شوي شوي بينسى. أبو موفق تيسر على شغلك بلا ما تحمي الشمس عليك وأنت عم تشتغل. خاطرك. مثل ما اتفقنا ابو حسين بكره قبل الظهر بمر لعندك باخذك ومنضل رايحين. مشي اتفقنا. صباح الخير. لك اهلين بالقبضاي سامر، كيفك؟ يلا بدكم شيء مني؟ الله معك. السلام عليكم. شو في بكره؟ شغله بيني وبين سليمان. يعني ما رح نطلع على الصيد؟ بلا بس رح نرجع بكير. لك تلحق المظاهره ما؟ يلا طلع لده يلا. شو انا قلت لك؟ بدك حري؟ بدك عدم النخلة حاله؟ هيك يا صورني صورني شو بدك حري له؟ بدك حري حاله؟ هات لي اياه شو له؟ شو؟ شو؟ شو طلع فيي؟ بدك حري؟ نحى زيدة حلوة زيدة. برافو عليك يا محمود، الخونة هذول بيستاهلوا أكثر من هيك. سيدي نحن ما بدنا غير خدمة الوطن وسيد الوطن ورضاكم سيدي. رجيتوا لحد هذا المقطع؟ لا ابدا سيدي، واذا بتحب هلا بمحيه لحتى ما يتسرب للاعلام المغرض. لا 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 معليش خليه لا تمحيه هلا. حاضر سيدي. كم واحد مسكته منه؟ حوالي 30 سيدي. ممتاز ممتاز، الله يعطيكم العافيه. دير بالك قصروا فيهم يا محمود. ها ولا يهمك سيدي، وصيت الشباب فيه. منيح منيح. على كل حال بكره اكيد رح يطلعوا، بس هالمره رح نبعث معكم فرقه عساكر صغيره. القيادي حاب يدخل جيش بالموضوع لانه هدول باين عليهم ما عم زقوا على دمه. بكره انا ومجموعتي لوين بدنا نروح سيدي؟ شوف مدير المكتب عنده التفاصيل. حاضر سيدي. الله معك. مرحبا عمي ابو موفى. اهلين عمي اهلين. شو وين هالغيبه؟ عود ابني عود. والله أنا من زمان بدي أمرق بس. ولا يهمك. كيف خالتي أم موفق؟ عايشة الحمد لله على كل حال. ما عم بقدر سامح حالي. لا يا ابني لا ما تحكي هيك. يمكن لو ما عملت هالمحاولة. رامي طلع فيني. مو أنت اللي وصلتها لفدوى للي وصلت له، مو أنت اللي أذيتها ولا أنت اللي خليتها. أنا صحيح خسرت بنتي بس كسبت ابن ثالث كمان. أهلين سامي. أهلين أمي. دقيقة بيجهز الغداء. لا ما في مشكلة ماني مستعجل. عشان ما تتأخر على أبو وائل. لا قلت له امبارح إنه بدي أعطل اليوم، عم قال لي روح ما في مشكلة. ليش أمي فيك شيء؟ لا لا ما في شيء. بس الشغل خافف كثير هالأيام. وأنا صار لي زمان ما عدت أنا وياكي، فقلت لحالي بعطل اليوم بقعد أنا وياكي، وإذا لازمك شيء بساعدك. الله يرضى عليك. يلا.
شو رأيك تروح معي على البيت تتعشى عنا اليوم؟ غير مرة إن شاء الله. ماني مخبر أهلي إني رح أتأخر وما بدي يقلقوا. بهالوضع إذا عم أتأخر 10 دقايق عم فكروني اعتقلت. معهم حق. الله يعين العالم، كل ما للأمور عم تصعب. إجباري عمي إجباري. بعد ما مرق كل هالوقت ما رح نخلص بسهولة. سيدي الله يهدي البال. بخاطرك. الله معك. لا موفق افندي، والله لو عرفانك جاي معنا كنت زينت لك الباص. يا شباب هذا ابن حمايه، ها مشان تعرفوا قديش نحن عائله وطنيه. اطلعوا له حمود ربك، اجتك الفرصه ها، هلا صار فيني احكي مشانك زبط لك وضعه. ما بتقصر صار، ما بتقصر. يلا فوت اقعد جوا، ما بدي يحكوا عنا اني عم عاملك معامله خاصه. فوت. ليش بس وحده يا خدر؟ ما صدنا اليوم كثير، وحده بتكفي. خذهم كلهم مو لازميني. خليهم للغدا والعشاء. على الاغلب اتغدى برا. مرحبا يا شباب. علي سليمان، هي وصلتنا ها؟ شفتكم جايين بالفلوكه، يلا خلينا نتحرك نحن. تاخرنا يعني؟ يعني شوي متأخر، ما بنعرف قديش بدها تطول القصه. بدك شي سمراء؟ خذوني معكم. بلاها، اهلك بعزتك. خاطرك ابو سمراء؟ الله معكم. أحرار صفونا يا لقلقو، يلا الزباط جاء سيون حرية حرية السوري فتو حرية سوريا حرية بس الله سوريا حرية بس سوريا حرية بس الله سوريا حرية بس بس الله لما كنا فاضوا عمي ابو حسين. عمي ابو حسين.
عمي ابو حسين. سليمان سليمان. أهلين أبو سمرة. شفت لي أبو حسين؟ اعتقلوه مبارح. مين اعتقلوا؟ اعتقلوا الأمن مبارح، ما رد يهرب من المظاهرة، قاموا اعتقلوه. كنت حاسس انه هيك رح يصير معه من كتر ما انه عنيد وما بيخاف. ولا يهمك ابو سمره، كلنا معرضين لهذا الشيء، وابو حسين قبضاي ما بيخاف عليه. يا ريته ما رجع من مدينه الدهب. شو هي مدينه الدهب؟ قصه ما حكى لك اياها ابو حسين؟ لا والله ما حكى لي اياها. هي القصه اللي كان يحكي لك اياها يعني؟ هات لشوف، احكي لي اياها. قصه طويله. أعطيني الزبدة. تعال نقعد، اسمه اليوم ما عندنا شغل أحكي لك إياه. يلا يلا. أبو حسين الله يعطيك العافية يا محمود، كرمالك عم تبيضها. هذا من كرمكم سيدي. بتأمروني بشي تاني؟ قلت لي هذا الشاب ابن حماك؟ نعم سيدي. أحسن أنت تخبر أهله وتاخذ له هويته، بيضل القريب قهوة. وهذا تصريح ضروري وقع أبوه للشاب إنه قتلت المجموعة الإرهابية المسلحة. مثل ما بتأمره سيدي، ولو انه يعني ما بعرف كيف بدي خبره. لا تستعجل، فكر على مهلك لتلاقي الطريقة المناسبة، وبيبقوا هني بدروا بعدين. حاضر سيدي. شبك محمود؟ ليك شي؟ لا والله سيدي، بس تعبان شوي. بسيطة بسيطة، هلا روح على البيت ارتاح ونام. ما في داعي سيدي، في شغل كثير وما في ضرورة روح على البيت. لا 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 معليش، روح نام وارتاح هلا، في مين يغطي عنا. حاضر سيدي. بتأمروني بشي تاني؟ اللي عملته يا محمود دليل وطني وخلاص، وقليل ما التقى عند غيرك. هذا واجبنا الوطني سيدي. أنا إن شاء الله بأقرب فرصة رح أسعى لك ترفيه بمكان كبير. من كرمكم سيدي. أنا كريم بس أنت بتستاهل يا محمود. على رأسي سيدي. يلا روح نام وارتاح هلا، طولت عليك. الله معك. حاضر. بعدين حاول أبو حسين كتير يرجع، بس ما عرف. صار كل كم يوم يروح محل ما لقى السمكة الكبيرة، بس ما كان في فايدة. كان عم يستنى شي عاصفة تيجي تاخده، بس البحر ما طاوعه. بعد كم سنة يأس، قال لحاله لازم ما يرجع عشان ضل المدينة مثل ما هي. حلوة هالقصة والله. ايه حلوة كتير. الله عليك يا أبو حسين، يعني صحيح هو الله يفك أسره، بس شو انت مصدق القصة؟ وليش لحتى ما صدقها؟ تعرفوا للأستاذ قاسي؟ بسمع عنه بس ما حدا حكالي شو قصته. مين هو؟ أستاذ قاسي أستاذنا كان بالمدرسة، كانوا كل الطلاب يحبوه، كنا نستنى درسه بالدقيقة والثانية. فجأة ما عاد بيا واختفى، ما حدا رضي يحكي لنا شو صار فيه. هيك لحتى كبرت عرفت وقتها شو صار فيه. وشو صار فيه؟ الأستاذ قاسم كان يقول دائما إنه بلدنا لازم تكون مثل هي المدينة اللي كان يحكي لك عنها أبو حسين، كل الناس مثل بعضها، لا حدا بيظلم حدا ولا حدا بيعتدي على حدا. أبو حسين كان يحبه كتير للأستاذ قاسم. هيك
لحتى اعتقلوا المخابرات. للأستاذ العمى من وقتها؟ والله يا أبو سمرة اللي ما بنعرفه أكتر بكتير من اللي بنعرفه. بس ما فهمت شو دخل هاد بالقصة؟ أبو حسين الله يفك أسره كان روح قلبه قص السوالف، وأكيد بكون فوت حاله بقصة المدينة تبع الأستاذ قاسم. يعني أبو حسين ما سافر ولا راح؟ بلا سافر، بعد ما اعتقلوا للأستاذ قاسم كم شهر حمل حاله وسافر سنة سنة ونص وبعدين رجع. ولوين راح؟ عالم بتقول راح على إيطاليا، عالم بتقول راح على رومانيا. رومانيا؟ هيك بقولوا، بس هو ما رضي يحكي. قلتك بيرجعوا أبو حسين؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو سمرة، بس عادة الأشخاص اللي مثل أبو حسين قبضايات قد ما عذبوهم لا بياخذوا منهم لا حق ولا باطل، بعدين بيملوا منهم وبيطلعوهم. إن شاء الله. إن شاء الله. سليمان، شو رأيك أطلع البحر بمركب أبو حسين؟ لا أبو سمرة خطر عليك، ما بتعرف إمتى بيجي الأمن. بكل الأحوال أنا رايح أمن المراكب عند واحد من أصحابنا، وأنت قوم ضب لي هالأرزال من عندك. طيب ماشي، دير بالك على حالك. ماشي. سامر؟ نعم. تبقى طلطل إيه؟ ماشي. مرحبا. أهلين محمود، وين نمت مبارح؟ كان عندي شغل كتير. في مي سخنة؟ ايه في. بدك تتحمم؟ ايه وبعدين بدي نام شوي. طيب ما بدك تاكل؟ ما انا متحملنا هلا حلال، هل كان عايف حالي. ما إذا الحكي صحيح، هو شافني وأنا عم قتله؟ لك هذا رفيقه لموفى، إذا راح على بيت حماية وخبره رح تصير مصيبة، بتدبروه من تحت الأرض، لازم تسكتوه. مثل ما عم قلك، بتراقبوا بيت حماية، أول ما بيقرب من هنيك بتمسكوه. Thank you.
يا شو